حضرنا تابعنا من شوي مباراة منتخب ناشئين لبنان ضد منتخب ناشئين سوريا ضمن بطولة كأس العرب للناشئين يلي عم بتصير بالجزائر. هالمباراة كانت بتعليق زميلنا وصديقنا وحبيب قلبنا المعلق الغني عن التعريف علي الحداد. علي حكي، يعني أنا بدي شيد بكلامه كتير، يعني والشيء الراقي الرائع يلي طلع منه، حكي كلام واقع جدا جدا، جسد الحال المؤلم يلي أصاب كرة القدم اللبنانية، وكان قاري المباراة بشكل كتير سليم، عطى المنتخب اللبناني حقه يلي بيستاهله بدون أي مجاملة، وقال الكلام يلي كلنا بنشوفه وكلنا بنحكي عنه. اما بالعوده للمباراه وكيف شفناها نحن، لفتت نظري شغله كتير مهمه يمكن قليل للناس هيك تقدر تقراها، بتبين هالشغله، بتبين سوء التحضير، او بالاحرى بتكشف وبتفضح كيف اتحضر المنتخب اللبناني للناشئين من خلال التمريرات وعمليه تناقل الكرات بين اللاعبين. كانت الكرة عم تخرج من، يعني الحتين يفسركم أكثر، عم تخرج الكرة من قدم اللاعب لا زميله، عم تخرج بشكل كتير ضعيف وكتير بطيء وغير مستقرة، وعم يقوم بقطع اللاعب السوري أحيانا قبل ما توصل لبين اللاعبين اللبنانيين. هيدا الشيء شو بيكشف وشو بيفضح؟ بيكشف انه لاعبينا اللبنانيين كانوا عم يتمرنوا على ملاعب كتير صغيرة، إن صح التعبير ملاعب خمسة وجول، عم يتمرن عليها منتخب رايح يمثل البلد، وباللي مش بس هيك، على أرضية عشب محرمة دوليا ومضرة بالصحة والسلامة العامة. أخيرا، الخروج متعادلين من هذه المباراة منه أمر جيد ومنه أمر عادي ومنه أمر هيك بيمرق مرور الكرام، إنما يعتبر إنجاز وإعجاز بظل هذه الظروف اللي نحن فيها. قبل ما تقلبوا الصفحة يمكن زهقتوا من الكلام، بس هيك كمان شغلة كتير مهمة، شو متأملين من بلد أو من كرة القدم اللبنانية يلي فقدت، يعني بكل معنى الكلمة وبدون مبالغة، نسبة 99.9% من ملاعبها الصالحة والغير صالحة لمزاولة كرة القدم صارت مفقودة.